اهلا بكم اعزائي، اهلا بكم مره اخرى. غادي ناخذكم اليوم معايا، غادي نمشيو نشوفوا السوق الاسبوعي اللي هنا في المنطقه ديال وزان كي يعمر بالخميس. نشوفوا شنو الوضعيه ديالو من بعد كورونا. بقاو معايا، هذه هي الطريق ديال السوق. من المفروض ان هاد الطريق كتكون عامره والناس كيجيو. انا كنتفاجئ بان الطريق تقريبا خاويه. علاش قلت تقريبا؟ حيت انا كاين وشي شويه ديال الناس كاينين، او نقدروا نقولوا ما كاينينش. الوضعيه ديال السوق الاسبوعي، من المفروض هذا الشيء اللي كتشوفوا الان قدامكم كيكون عامر بالقياطن ديال البيع والشراء، سواء الخضره والفواكه، والناس اللي كيبيعوا الحوايج، الناس اللي كيبيعوا المواعن ديال الكوزينه، والموالين الشوايه، موالين الماكله. عموما كيكون السوق عامر عن اخره. ها هما هنا بعض الناس جاوا حطوا يبيعوا، ولكن غيبيعوا لمن؟ هنا كيتطرح اكثر من سؤال على مستوى تدبير ما بعد جائحة كورونا. تم اغلاق الاسواق الاسبوعية، دابا الاسواق تحلات، ولكن هذا هو السوق كما كتشوفوه خاوي. نورمالمون هاد البلايص هادو كيكونوا عامرين بالناس اللي كيبيعوا ويشريوا. كما كتعرفوا هاد الناس كنسميوهم السواقه. السواقه كيعيشوا من البيع والشراء ديال السوق، سواء كيبيعوا الحوايج. هادو من المفروض بلاصتك زرت، ها هما سادين. السوق فارغ خاوي. السوق كيبتعد على مركز المدينه، على السونتر ديال المدينه، بحوالي واحد نقول 3 كيلومتر. هذا قيطون واحد ووحيد ديال الناس اللي كيبيعوا الحوايج. وخصكم تعرفوا بان بحال هاد التجاره هادي كيعيشوا منها بزاف ديال الناس. وكيف ما كتشوفوا السوق الاسبوعي الخميس ديال وزان شبه فارغ. ماشي هذه هي الوضعيه ديال الاسواق الاسبوعيه، ماشي هذا هو الهدوء المعهود في الاسواق الاسبوعيه. كيكون داك الرواج وداك السحاب، يكون عامر بالناس اللي كيبيعوا الخضره والمواد الغذائيه والحوايج وكل ما الى ذلك. كنشوفوا بان الناس كلها الكلى اللي معايا. انا كنسمع دابا الخضار كيقول وا الخضره ب30 ريال، وا الخضره ب30 ريال. مزيان المسكين انه يشري الخضره رخيصه بدرهم ونص. المشكل واش هذا الخضار كيبيع الخضره ديالو وهو رابح، ولا خصو غير يتفك لان غادي غير يرميها والله ما يبيعها بداك الثمن هذاك. الاشكال والسؤال اللي كيتطرح الان بعد جائحه كورونا، هذا الاقتصاد هذا الموازي ديال الاسواق الاسبوعيه، اشنا هو المستقبل ديالو؟ فين غادي يمشيو هاد الناس؟ اشنا هو الاثر ديال توقف عجله الاقتصاد في الاسواق الاسبوعيه على الاسر، على الناس اللي عندهم علاقه مباشره مع السوق الاسبوعي؟ اشنا هو الاثر الاقتصادي؟ اشنا هو الاثر الاجتماعي؟ اشنا هي الاثار الانسانيه اللي ممكن تنجم عن توقف الاسواق الاسبوعيه؟ واش غادي يوقع تحول جذري المعيش اليومي ديال المواطن المغربي البسيط؟ كل هذه اسئله الاجوبه ديالها عندكم انتم، والى اللقاء.